هذا البرنامج برعاية بحضراتكم ولقائنا الأخير النهاردة في برنامج الحصاد، واللي هنخصصه للحديث عما يحدث في الوطن العربي. بعض الأحداث تدعو للتفاؤل، ومنها المصالحة الفلسطينية الفلسطينية والتي شهدنا بعض من فعالياتها بالأمس واليوم، وبعض الأحداث الأخرى تدعو للقلق، وهذا ما يحدث في العراق وإمكانية انفصال إقليم كردستان عن العراق كما يريد أهل هذا الإقليم. بين المصالحة الفلسطينية وإقليم كردستان يدور حديث اليوم مع ضيفنا الأستاذ شريف سمير، مساعد رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بك يا فندم. بالأمس كان في مشهد جميل، هو دخول حكومة الوفاق الوطني ورئيس الحكومة إلى غزة وإلقاء كلمة أمام الجماهير. تابعوا اليوم اجتماع لحكومة الوفاق الوطني، حضر رئيس جهاز المخابرات المصري وألقى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصورة في هذا الاجتماع. رؤيتك لهذا المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحقيقة يعني دعوة للتفاؤل إلى حد ما، وممكن يكون المصالحة دي بداية عهد جديد للعلاقات ما بين حركتي فتح وحماس، تحريك للمراه الراكدة في القضية الفلسطينية بعد ما تردد بشدة في الآونة الأخيرة صفقة القرن تحت إشراف أمريكا، اللي هي بالتدبير الأمريكي من خلال ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، اتساع رقعة المستوطنات الإسرائيلية. كل دي على فكرة كانت عوامل ضغط على أساس أن يبقى فيه نوع من أنواع الصحوة تحصل بين الفلسطينيين. المصالحة دي كانت مهمة جدا، بس المشكلة الأساسية اللي بتواجه القضية الفلسطينية أن المصالحة دي بتبقى موسمية، ما بتبقاش مستمرة. يعني تحت ضغط أي عوامل ممكن على فكرة المصالحة دي تهدم ونرجع للمربع رقم واحد مرة أخرى، وكل فصيل من الفصائل الفلسطينية بيتمسك بإيه؟ بأجندته، وبيتمسك بالثوابت اللي يمكن أن يحيد عنها. المقاومة بالنسبة لحركة حماس هي الآلية اللي بتعتمد عليها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحركة فتح بتنتهج منهج السياسة أو التفاوض لعل وعسى تخرج بنتائج من خلال المفاوضات. الحقيقة القطبين دول من الصعب جدا انهم يلتقوا، فاعتقد ان المصالحة دي نوع من انواع التهدئة. يعني حضرتك ترى انها ممكن تكون مصالحة هشة ان لم يتوفر لديها عوامل النجاح. ايه العوامل اللي ممكن تضمن استمراريتها؟ دخول مصر برئيس جهاز المخابرات، برئيس السيسي نفسه اللي بيتبنى هذا الصلح، ربما يعطي ثقلا للصلح في هذه المرة. النجاح ممكن يتحقق من خلال عاملين. العامل الاول هو وجود مصر كرمانة ميزان في القضية الفلسطينية، وبالتالي يمكن تشكيل لوبي عربي يمارس الضغوط المناسبة على القوى الكبرى للوصول إلى اتفاقيات أو وصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية. يبقى في مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني، يبقى في توقف لشلال الدم اللي في غزة والأراضي المحتلة، يبقى في فعلا وقف لسياسة المستوطنات السرطانية اللي بتمارسها الحكومة الإسرائيلية، لأن في الأول وفي الآخر وقف هذا الانتشار السرطاني للمستوطنات هو دوت اللي ممكن يؤدي إلى نتائج إيجابية، أو على الأقل ما يحصلش فيه ابتلاع للأراضي المحتلة. فده العامل الأساسي، العامل اللي يكون فيه ضغط عربي ويبقى فيه لوبي عربي، لأن إسرائيل الحقيقة محصنة بالغرب ومحصنة بالدعم الأمريكي منذ أكثر من نصف قرن. العامل الثاني الفلسطينيين نفسهم، أن يكونوا في خندق واحد، أن ما يبقاش فيه اختلاف في الإيه في الآراء، ولابد ان يكون في اختلاف في الايه، ممكن يكون الاختلاف في الايه في الوسيله، لكن الهدف واحد، هو حمايه الشعب الفلسطيني وحمايه القضيه الفلسطينيه نفسها من الانهيار، حمايه المقدسات الاسلاميه والحفاظ عليها، ومحاوله وقف الانتهاكات المستمره من جانب القوات المحتله. ده يقتضي جلسات مكرره ومكثفه ومغلقه دائما بين قيادات حركتي فتح وحماس، ولابد ان يكون في ضرب يعني يكون في رقب لاي صدع بين هذين الفصيلين. وفي نفس الوقت انا لا يمكن ان انكر حاجه مهمه جدا، لابد ان يكون في تغذيه للمقاومه الفلسطينيه، يعني لازم في تغذيه للمقاومه الفلسطينيه بشكل او باخر، متخيل سواء على الارض من خلال دعم الشعب الفلسطيني،
من خلال يعني مع الأسف إحنا يعني بنحاول إحنا مقيدين باتفاقية كامب ديفيد اللي تم توقيعها عام 1979، لأن إحنا كان لازم نسترد الأرض واستردناها بالسلام. فالسلام دلوقتي هو الورقة أو الرهان الأكبر إن أنت تحاول تراهن على التسوية، لكن مع الأسف المقاومة ستستمر لأن الآلة الإسرائيلية لا تتوقف. هو الواقع دلوقتي بيقول ان الوسيله المتاحه قد تكون السلام. الرئيس السيسي كرر مرارا ان هناك فرصه سانحه لا يجب على اي من الاطراف ان يضيعها، فده معناه انه في امكانيه للضغط على اسرائيل ربما من قبل الرئيس الامريكي اللي عنده استعداد لاحداث تسويه كما ذكرت، في حين ان احنا عملنا الجزء او الجانب اللي نقدر عليه وهو المصالحه الفلسطينيه. هل الاجواء مهيئه الان لترامب للضغط على اسرائيل، وهل ستستجيب اسرائيل في رايك؟ أشك تماما أن الضغط أن ترامب يمارس أي ضغط على إسرائيل. ببساطة شديدة أمريكا اعتدنا عليها أنها مش من مصلحتها أن يبقى في تسوية للقضية الفلسطينية، لابد أن تكون معلقة طول الوقت، لأنها المستفيد الأكبر والمستفيد الأكثر هو إسرائيل. وإسرائيل بتمارس دورها في الضغط على أمريكا من خلال المثلث القوي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو المال والسياسة والإعلام. نعم. وبالتالي لا، أنا أستبعد تماما أن يكون في محاولات أو ضغط من ترامب بدليل تصريحاته في الأشهر الأخيرة أنه هو قد نؤجل موضوع الاتساع، يعني اتساع رقعة المستوطنات أو توسيع المستوطنات، قد نؤجلها لكن إحنا مش هنحسمها. الراجل برضو على فكرة يعني واضح جدا يعني، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان نتمسك ببعض الايه، ببعض بشائر الامل. طب وحكايه حل الدولتين، هل ليس ممكنا على الارض ان احنا نعمل حل الدولتين وانه القدس تكون هناك قدس شرقيه وقدس غربيه؟ بالضغط السياسي والاقتصادي، ولكن ليس بقوه السلاح. قوه السلاح الحقيقه هتضعف امام الترسانه النوويه الاسرائيليه وترسانه الاسلحه وممارسات قوات الاحتلال، يعني اقل ما توصف بانها غير ادميه بالمره. فان يبقى في فعلا ضغط على حل الدولتين ده لن يتحقق الا باتفاق الفصائل الفلسطينيه نفسها، وان يكون في ارضيه مشتركه تجمع بينها وبين بعض، يعني نحو الخلافات ومع الاسف بقت في عرضه للمطامع، كان في اطماع في بعض الفصائل انها تبقى هي اللي في البؤره، هي اللي في صدارة المشهد، هي اللي عندها السلطة المركزية على حساب القضية نفسها. فأنا أتصور أن الموقف المصري متمثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بيحاول يحقق التوازن ويحاول أن هو يحيي القضية الفلسطينية من جديد. ممكن هنا يبقى في تطور نوعي، ممكن يبقى في نقلة للقضية الفلسطينية، لكن الموضوع برضه مرهون بالأسابيع القادمة أن يبقى في استمرار في هذا الاتفاق، يبقى دايما في مصالحه، والمصالحه مش مجرد زي ما قلت لحضرتك في البدايه تهدئه، لا، ده لازم تكون محدده الاهداف ومحدده الخطوات. هنا انسحاب قطر من المشهد ربما ساعد على اتمام هذه المصالحه، لان قطر كانت بتعمل ورقه ضغط من خلال تعاونها مع حماس بشكل او باخر ووعودها المستمره لحماس وربما تدفقات ماليه او غيره. الان اختفت نسبيا من المشهد او على الاقل في هذا التوقيت، تاثير ده على اتمام المصالحه في رايك كان ايجابي؟ الى حد ما، لكن لازم برضو ما نبقاش زي النعام وندفن راسنا في الرمل. اذا كانت قطر قد اختفت من المشهد فيمكن ان يظهر بقوه جدا اطراف اخرى زي تركيا وايران، وهم من مصلحتهم دعم حماس سواء بالسلاح او بالمال او بالدعم اللوجستي او اي حاجه، لان في الاول وفي الاخر ده بيصب في مصلحتهم واتساع نفوذهم الاقليمي في المنطقه. يعني إذا كانت قطر من الدول الداعمة فعلا لحركة حماس والأجندتها، لكن هناك أيضا أطراف أخرى هتقف بجوار قطر، اوريدي واقفة بجوار قطر في الحصار الأخير وممكن تدعم حماس. الرهان الأساسي على يعني مصلحة القضية الفلسطينية نفسها إن فاتت سنوات كثيرة ودون أي نتائج مثمرة، لا على مستوى المفاوضات ولا على مستوى مواجهة الإرهاب الإسرائيلي ولا على مستوى الضغط الدولي والتدخل الدولي. يعني تدويل الأزمة الفلسطينية كان ضعيف لا يخرج عن كون الشعارات الزائفة أو مجرد الكلمات الإيه المطاطية، ندعم القضية الفلسطينية وأهلا بوحدة القدس والكلام اللي احنا شبعنا منه. أن الأوان أن يبقى فيه، وأن الأوان إيه، ده كان الموضوع على فكرة من سنوات، من قبل ثورة يناير كان لابد أن يكون فيه حلحلة للقضية الفلسطينية، وده لن يتحقق إلا ب رغبة الطرفين
حماس وفتح، هم دول اللي في ايدهم مفاتيح القضية الفلسطينية، وهم دول اللي يقدروا يوصلوا بالحل. مصر والدول العربية هي مساعدة ليهم ولابد، لكن لو صدرنا بس مصر والدول العربية في الضغط على إسرائيل، إسرائيل هيتسع إرهابها ليشمل هذه الدول. مش بعيد أبدا، تصدير الإرهاب عن طريق إسرائيل سهل جدا، سواء عن طريق الحدود أو عن طريق الخلايا أو عن طريق تنظيم داعش نفسه. لن نستبعد أبدا شبهة إسرائيل وراء هذا التنظيم، إحنا لابد أن نكون يقظين. فبالتالي حماية القضية الفلسطينية تأتي من الداخل، من خلال الفرقاء الفلسطينيين، من خلال الاتفاق على أجندة واحدة وأرضية مشتركة واحدة، وبعد كده نشوف الخطوات اللاحقة. طيب، هل تتوقع ظهور بعض الشخصيات الجديدة في المشهد في الفترة القادمة؟ يعني احنا الشخصيات التقليدية محمود عباس واسماعيل هنية، لكن بدأ يظهر شخصيات زي تحلان، زي حتى مروان البرغوثي من محبسه، وغيرها من الشخصيات اللي بدأت تطرح الآن على الساحة. هل يعني الفلسطينيين ممكن نجد تبديل، إحلال وتبديل لبعض الشخصيات اللي كانت في المقدمة؟ وارد جدا طبعا. ظهور واحد زي مروان البرغوثي بعد الاختفاء الكبير دوت في سجون الاحتلال، وان هو كان رمز من رموز الصمود، ممكن جدا يبقى في صحوه للشباب الفلسطيني انك تظهر بعض القيادات الشابه. محمد دحلان كان من نوعيه الناس اللي هو الطامعين للسلطه والطامحين للاطاحه بمحمود عباس ابو مازن، فاكيد هيبقى في، لان هو مدعوم من قطر ومدعوم من دول اخرى. فبالتالي هو من يعني هيظهر في المشهد، لان الرئيس محمود عباس ابو مازن مع الاسف الشديد على مدار السنوات السابقه كان يعني ادارته للقضيه الفلسطينيه اداره محايده تماما، لا تخرج باي ثمار، ومع الاسف الشديد ما فيش اي بوادر نجاح، على عكس ما كان يحاول الرئيس الراحل ياسر عرفات، ودفع حياته ثمن لمحاوله ان هو يخرج باقل المكاسب على الاقل لصالح القضيه الفلسطينيه. وبالعكس رئيس عرفات كان مهاجم لفكرة اتفاقية كامب ديفيد، بعد سنوات ابتدى يمشي على نفس الضرب، انه يحاول مفاوضات السلام واصله، ثم اتفاقية كامب ديفيد 2 مع في تحت رعاية الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون. فانا عايز اقول لحضرتك ان آن الاوان ان القيادات الشابة الفلسطينية هي اللي تصعد الى المشهد، وهي اللي تتولى القضية من جذورها، وهي اللي تحاول انها تحميها. اما القيادات الحالية وانا شايف انها شاخت واصبحت الان لا، يعني لابد ان يكون في احلال وتبديل. اذا اردنا ان نقول ان القضيه الفلسطينيه ستتجدد دماءها، او في امل ان يبقى في انفراجه، لازم يبقى في شباب من القيادات الفلسطينيه، ولازم يفسح المجال ليهم في الفتره المقبله، ومش بس في القضيه الفلسطينيه، في اي قضيه في الشرق الاوسط لابد ان يكون هناك القيادات الشابه القادره على الحل والانجاز والضغط على الخارج. طبعا يعني مصر تدخلت لصالح القضية الفلسطينية، وهي أيضا ممكن تجني بعض الثمار من وراء تدخلها، لأن احنا عندنا دايما توتر فيما يتعلق بالأنفاق. تمام. تأثير تدخلنا في ضمان هذه المصالحة على تطهير الأنفاق وعلى أمننا الاستراتيجي في هذه المنطقة في رأيك هيكون إزاي؟ الحقيقة الجيش المصري من أكثر جيوش العالم يقظة وقدرة على ضبط الحدود واستقرار المنطقة، وفي الاول في الاخر هو قدر الى حد كبير جدا ان هو يمارس دوره في تحجيم خطر الانفاق في الشهور الاخيره. لكن قطع الطريق على حماس يتم من خلال ما حدث مؤخرا، ان يبقى فيه فعلا اتفاق سياسي بين حركتي فتح وحماس، يجبر حماس على الا تلجا الى الانفاق او تحاول انها تستغلها لتمرير السلاح والمال والعتاد واحيانا المؤن والبضائع الى قطاع غزه. ممكن يكون ده يعني محاوله ذكيه من الدبلوماسيه المصريه انها تحمي الحدود، لكن انا برضو مصر ان هذا غير كافي، لابد ان يكون هناك اتفاق واضح بين الطرفين حركتي فتح وحماس تحت رعايه مصر، بان لا يكون هناك استغلال للانفاق، لابد ان يكون هناك تنسيق سياسي وأرضية مشتركة للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، لأن الأنفاق هتفضل برضو قنبلة موقوتة في سيناء، مش هنقدر أن احنا نتحكم فيها ونمنعها إلا إذا كنا احنا فعلا مسلحين باتفاق سياسي بين الأطراف، ولازم يكون في هناك سيطرة على الخلافات، ويبقى في تغليب الصالح العام. تغليب الصالح العام يتحقق ويتوفر عندما يكون هناك ايه؟ وعي، لان القضيه الفلسطينيه الان بتحتضر.
لكن هم القضية الفلسطينية مع الأسف بتموت في قطاع غزة الآن. هم يعلمون جيدا أماكن الأنفاق اللي مصر لم تستطع التواصل إليها، ولما حتى بنتواصل نفق هم يبنون أو يحفرون نفق آخر، وبالتالي ده هيجبرهم يعني على المستوى السياسي والدبلوماسي والممايانة مع مصر، يعني إذا جاز لنا التعبير إن إحنا نقضي نسبيا على عدد كبير منها. والله هو نرجو، بس على كل حال هي القوات المسلحة المصرية قادرة على ده، قادرة على أنها تحمل الحدود من عواقب الأنفاق المحفورة. يعني أنا واثق وثقة كبيرة جدا في الجيش المصري، لكن الموضوع برضو أكبر من مستوى القوى المسلحة. الموضوع محتاج لغطاء سياسي، لغطاء دولي، ولابد أن يكون هناك ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كقوة كبرى وعظمى، وعلى إسرائيل من خلال ورقتي السياسة والاقتصاد. الورقتين دول لو لعبت بيهم صح مع إسرائيل، ممكن فعلا يبقى في إكبار على أن حماس تبدأ تمتثل للفكر السياسي أو الاتفاق السياسي أو لمرحلة المفاوضات بعيدا عن قوة السلاح. طالما أن في وقف لإطلاق النار ووقف للمستوطنات وعدم انتهاك الأقصى المستمر، كل دي حاجات لو توقفت أنت كده هتوفر الدليل قدام حماس انها تتوقف عن اي ممارسات او اي تجاوزات ممكن يعني تسيء او تضر او يستغلها العدو للاضرار بالقضيه الفلسطينيه. لكن انت لما تخلي واحد حركه زي حماس ظهرها للحيط لان ما فيش اي نتائج، وكل يوم في الاف الشهداء بيقعوا، الاف الاطفال بيحترقوا، الاف الاراضي الزراعيه الفلسطينيه بيتم القضاء عليها وتجريفها، شيء طبيعي انها ترجع للسلاح. وبالتالي ده مش تبرير لحماس، لكن انت في الاول وفي الاخر بتجرد القضيه الفلسطينيه من الحقوق، فوارد جدا انها تتجه للعنف وبالتالي نتصاعد المشهد. بس الحقيقه هي ما شفناش عمليات لحماس يعني، ولم تستطع ان تقوم باي عمليات جد على مستوى المقاومه في الفتره السابقه يعني، فيعني مش عارفه هل مش بقوه زمان مش بقوه التاريخ، لان برضو بعض القيادات في حماس تم ترويضها سياسيا، فاصبحت المسائل يعني عارفه حضرتك كده لما يبقى في قط شرس بدات انت تعمل له عمليه يعني ترويض لظوافره، اظافره حاولت ان انت بقدر الامكان تخليه قط اليف. دي محاوله من خلال ايه؟ من خلال التاثير على بعض القيادات في حماس بالمال، بالصفقات التجاريه، بمحاوله شرائهم. لابد ان نكون صادق، السياسه لعبه قذره في المقام الاول، واللعبه دي بتعتمد على الصفقات اللي تحت السرداب، الصفقات اللي ممكن يتم بها شراء العملاء والجواسيس حتى لو كانوا يعني في الاصل منتمين لقضيه نبيله زي القضيه الفلسطينيه، بس مع الاسف ابتدوا يبيعوا نفسهم للعدو لما لقوا ان الحلفاء والاصدقاء والاخوه والاشقاء مش مساندين بشكل كافي. تعليق حضرتك على رفع الأعلام المصرية على الأبنية بالأمس في غزة، ورفع صور الرئيس المصري أيضا بعد أن كان ترفع صور ضده ربما وشعارات ضده في فترة قريبة جدا، في تحول شديد 180 درجة إنجاز لنا التعبير فيما يتعلق بعلاقتهم بالرئيس وبعلاقتهم بمصر وعلم مصر. ده ذكاء من السياسة المصرية من القادة المصرية أنها ابتدت تدرك، لأن بعد 30 يونيو تم استقطاب حماس من خلال جماعة الإخوان المسلمين أنها تحاول بقدر الإمكان تشكك في نزاهة النظام أو أن ما حدث كان ضد الشرعية. فبدأت بدأت تستقطب حماس وقطر وتركيا وكل الدول الداعمة للتنظيم الدولي للجماعة، وبالتالي كان لابد المصري يكون لها رد. الرد العملي هو ده، أن ابتديت أنت تلجأ للقضية الفلسطينية مرة أخرى وتصحح الأوضاع، وفعلا يعني في مفهوم كان سائدا في التاريخ ودلوقتي احنا بنحاول احيائه، ان مصر وغزه او مصر والقضيه الفلسطينيه قلب واحد. مصر دائما هي كانت فعلا معاهده كامب ديفيد لما تم توقيعها من الرئيس الراحل انور السادات كان هدفها الاول مش بس اعاده السلام للمنطقه، لا، واعاده الحقوق للفلسطينيين، وكان هو ده خطاب الرئيس السادات في الكنيست، ركز على ان لا يمكن ان يكون هناك سلام الا بضمان السلام الدائم العادل للقضيه الفلسطينيه. يعني كان الرهان الاكبر من مصر منذ اكثر من 30 او 44 سنه، اكثر من 44 سنه واحنا بنحتفل بنصر اكتوبر، ان فعلا كان هو ده الهدف، ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه الام، ولابد ان يتحقق السلام من خلال تسويه عادله للقضيه الفلسطينيه. هذا لن يتحقق الا اذا كانت مصر
في قلب المشهد، لأن مصر ديت هي فعلا القادرة على إيجاد الحلول وإيجاد التوازنات. لكن إحنا لابد أن العهد اتغير والزمن اتغير، لابد أن إحنا نجيد اللعب بأوراق المرحلة الحالية، وهي السياسة والاقتصاد والإعلام. هذا المثلث هو ده اللي ممكن يصنع قوة عربية تقدر تواجه الضغط الإسرائيلي والضغط الغربي. المشهد الإيجابي أيضا هو كلمة الرئيس السيسي، هي تذاع وكل من في الاجتماع يوجه رأسه للشاشة للاستماع لهذا الخطاب، وأيضا حضور رئيس المخابرات المصرية. يعني احنا كنا بنشوف عمر سليمان رحمه الله في هذا المشهد، بعدها لم نرى مثل هذه المشاهد إلا بالأمس واليوم. تعليقك على المشهدين دول برضو وهم مشهدين دالين؟ الحقيقة طبعا احنا بعد ثورة يناير مرت مصر بمرحلة من التقلبات السياسية كانت رهيبة، فكان ده منعكس على الوضع الخارجي، على ان يبقى فيه التفات للسياسة الخارجية ويبقى فيه مهندسين جيدين للدبلوماسية المصرية. احنا اعتقدنا ده كان متوفر الى حد كبير في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، يعني قبل حوالي 10 سنوات من نهاية حكمه كان هناك مهندسين للسياسة الخارجية المصرية. كان في الدكتور مصطفى الفقي، السيد عمرو موسى، وبعد كده السيد احمد ابو الغيط، كل دول على فكره كانوا، والاستاذ احمد الوزير احمد ماهر، حتى انتهاء بعمر سليمان، يعني كان في خبره وفي قياده سياسيه عارفه كويس قوي مقتضيات الظروف ومعطيات المشهد السياسي، وعارفين كويس قوي يتعاملوا مع المواقف. في الكام سنه اللي فاتوا كان في نوع من انواع المراهقه السياسيه، ما كانش فيه دبلوماسية ناعمة نقدر ان احنا بيها نصحح الصورة الحقيقية عن مصر. ابتدينا نلتفت ده، والحقيقة انا بحس ان في تحركات قوية وتحركات واعية من الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية، مش بس فيما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط، فيما يتعلق ببناء علاقات استراتيجية وتحالفات مع الغرب. صحيح. ده اللي بيفسر الزيارات المتكررة سواء للرئيس السيسي او للوزراء، وزير الخارجية سامح شكري ورجالة الدبلوماسية والسفراء في الخارج. الموضوع محتاج بقى لتكثيف ده بصورة أكبر من خلال البعثات بقى الدبلوماسية في الخارج، من خلال الجاليات المصرية في الدول، يبقى في فعلا تواصل دائما مع مشاكل والأزمات هناك، يبقى في دائما مش بس تبادل تجاري وتبادل سياسي ودبلوماسي بين الدول، لابد أن نلجأ إلى التبادل الثقافي، لابد أن يكون هناك دعم للبعثات الثقافية والتعليمية علشان ننهض بمستوى شعوبنا. وأنا شايف أن في الفترة اللي جاية أعتقد أنه من الذكاء أن احنا نحاول بقى نمارس الدور ده مع العرب، مع الجيران العرب، ما يبقى فيه تكتل بين مصر ودول الخليج لدعم العلاقات الثنائية ومحاولة ممارسة الضغط دوت على الدول الغربية. هو ده على فكرة اللي هيرد. فطبعا المشهد اختلف، انا يعني اكون صادق مع حضرتك، المشهد اختلف في الاونه الاخيره لان في احساس بان السياسه الخارجيه لابد ان تمارس دورها لحمايه برنامج الاصلاح اللي احنا بنحاول نعمله في مصر، حتى لو برنامج الاصلاح بيمر شويه عثرات وبيمر بعقبات احنا عارفينها كويس جدا، بس السياسه الخارجيه ممكن على فكره تدي نوع من انواع الحصانه، والعلاقات الخارجيه لما تدعم باتفاقيات وتدعم ب تبادل تجاري وثقافي واقتصادي وكل المجالات بيننا وبين الآخرين، ده ممكن على فكرة يصب في مصلحتنا، بس مرهون برضو بأن يبقى فيه رغبة وإرادة قوية في التغيير والإصلاح. قبل ما نترك ملف يعني المصالحة الفلسطينية، جبل الحلال ممكن يعني يكون مجرد أسطورة، وممكن يكون هناك حقائق تتعلق باكتشاف بعض الأمور فيه اللي ساعدتنا على إتمام المصالحة من جهة، وعلى تغيير موقف دول الخليج العربي من قطر ربما وبعض الدول الأخرى، وحتى تغيير عالمي فيما يتعلق بنظرتهم للإرهاب. هل هناك أي معلومات عما كشف في جبل الحلال، أم أنه يعني لا يوجد معلومات أكيدة فيما يتعلق بما كشف وساعد ربما على تغيير النظرة؟ لا، هو جبل الحلال ما نقدرش نقول ان هو بقى اسطوره لسبب، لان انت حضرتك بتحاربي دلوقتي ارهاب عصري وارهاب متطور على احدث مستوى، وجبل الحلال مجرد مشهد في الايه؟ في الفيلم كله. فيلم الارهاب متعدد السيناريوهات ومتعدد الاشكال.
ووصل لدرجة من التطور أنه هو ممكن يهدد الدول ويهدد الأقطار وهو في مكانه، مفيش مشكلة خالص. فجبل الحلال نقدر نقول لا، هو في براعة من القوات المسلحة المصرية أنها تقدر، والأمن المصري الأمن القومي المصري أنه يقدر يوصل للخلايا الإرهابية ويقدر يعني أوكار الإرهاب يقدر يصطادها، مفيش مشكلة في ده. المسألة بس بتاخد شوية وقت، وعمر القضاء على الإرهاب ما يتم بين يوم وليلة، الموضوع بياخد أشواط، فلابد يكون في صبر. لكن التغيير النظرة ما اتغيرتش لسبب بسيط جدا، النظرة لمصر أو النظرة للجيش المصري ثابتة على مستوى العالم أنا كله. أنا كنت أقصد أنه تم يعني تداول بعض ربما شائعات أو معلومات عن أنه تم كشف يعني معلومات خلايا بعض الضباط التابعين لمخابرات في هذه المنطقة، واللي كانوا بيحملوا معلومات قد تؤدي إلى تغير نظرة العالم لقطر أو تغير حتى موقف حماس من المصالحة. اللي هو يعني ممكن يكون الغرض من ده ان فعلا يبقوا هم فعلا في مربع الارهابيين، ان هم فعلا يكونوا داعمين للارهاب، قطر انها اظهرت ان قطر داعمه للارهاب بشكل او باخر، وبالتالي حماس هتفقد مؤيد لها وهو قطر، فانصاعت او تساهلت في اكتر في موضوع المصالحه. وارد بنسبه كبيره، لان في الاول وفي الاخر دي مجرد دي حاجات تفاصيل بتظهر او معلومات بتظهر على السطح بتعزز الايه الاتفاق العام على ان الارهاب له افرع كثيره. من ضمن الافرع طبعا هم اشاروا ان قطر احد الدول الداعمه للارهاب، واحنا لا يمكن ان ننكر انها قد تكون متورطه بشكل او باخر، لكن اثبات ده انا شايف ان احنا لابد ان احنا نتجاوز فكره اثبات هل قطر ضالعه ولا مش ضالعه، هل حماس فعلا لابد ان تنصاع ولا لا، لان حماس العلاقه بينها او الشراكه السياسيه بينها وبين قطر وتركيا وإيران وما هم أشبههم على شكلتهم، ما هم على شكلتهم طبعا هتفضل مستمرة لأنها أزلية وتاريخية، لن يتم القضاء عليها بمجرد اتفاق لحظي حصل أو محاولة للتهدئة أو مصالحة هشة زي ما حضرتك وصفتي في بداية الحديث. لا، لازم نكون موضوعيين، قطر ومن هو على شكلتها ستظل دائما واقفة خلف حماس وتحاول بقدر الامكان انها تتسلح بها او تبقى هي حصان طرواده اللي تخترق بيه المنطقه. لابد ان احنا نكون المعادل لده ان احنا نكون احنا قادرين على الترويض او استقطاب حماس من خلال ان القضيه الفلسطينيه اساسا، وازاي نقدر نستفيد من قيادات حماس في انها تبقى اضافه وتبقى مؤثره في المشهد الفلسطيني، مش يعني تتلاعب او تستغل الموقف الفلسطيني او القضيه الفلسطينيه لصالحها. وده دورنا، القضية الفلسطينية ولابد من الدفاع عنها. ننتقل مع حضرتك برضو لمشهد آخر ملتهب، هو المشهد في العراق وكردستان العراق والاستفتاء اللي تم وقالوا من خلاله ان احنا نقدر نحصل على الحكم الذاتي وردود الفعل الدولية والمحلية. من يقف مع هذا الاستفتاء ومن يقف ضده؟ حلم الأكراد هو اللي يقف مع الاستفتاء، بدليل ان الاستفتاء تم تمريره بحوالي 93% من الناخبين، وده معناه حاجة واحد، يعني في حالة من حالات الانفصال هي المنتشرة في الوطن العربي حاليا. الكل بيحاول يعني يقفز من مركب الوحدة العربية، كل واحد يحاول، المنطقة العربية تحولت في السنوات الأخيرة إلى كانتونات، كل واحد فيها بيحاول يحافظ على الكحكة بتاعته ويحاول إن هو يقيم منطقة ذات حكم مستقل وحكم ذاتي ويجري انتخابات، بدليل إن بعد الاستفتاء بيحاولوا بقدر الإمكان يسرعوا في عملية الانتخابات العراق في اقليم كردستان، ورئيس الاقليم مسعود برزاني بيحاول بقدر الامكان يعزز الايه الاستفتاء بانه يسرع في هذه الانتخابات ويبقى له شرعيه اكبر. ليه؟ لان احنا لازم نقرا التاريخ، من هو مسعود برزاني؟ هو راجل اساسا اتربى منذ 16 وهو كان عنده 16 سنه على فكره التمرد على النظام العراقي، لانه هو احد المقاتلين، احد الناس المتمردين، اللي هو واحد القيادات اللي شربت ونمت في تكوينها السياسي وتكوينها الإنساني على أن العراق أصبح دلوقتي ضد نظام صدام حسين، كان ضدي، وبالعكس في يعني مشاعر، يعني في دم، في تصفية دم بينه وبين هذا النظام لأنه قتل أهله وأقربه، فبالتالي الموضوع بالنسبة له طار أكتر منه بعد سياسي، الموضوع بالنسبة له يعني في ناس كده، في ناس بتربط
الأحداث السياسية بمشاعرها، بمشاعرها وبماضيها، فده ميراث قديم بيقود الحاضر وممكن يصنع المستقبل في ذهنه. فهو أنا شايف أن يعني مشهد كردستان ده مشهد عاطفي أكتر منه سياسي. بمعنى إيه؟ بمعنى الهدف منه أنك تحقق حلم الأكراد اللي شاعرين بالاضطهاد طول الوقت، والحلم ده مصطدم بمصالح الكبار. عشان كده دخلت على الخط دولة زي تركيا بتحاول بقدر الإمكان تمنع، لأن ده هيصحي حلم الانفصال عند الأكراد تركيا على الحدود، وبالتالي ده يرفضه واحد زي الرئيس رجب طيب أردوغان. إيران ترفض ده لأنه في الأول وفي الآخر هيصطدم بمصالحها مع تركيا، بعد ما كان هناك، بعد ما بقى في بدليل أن في زيارة هيعملها الرئيس أردوغان لتركيا بكرة علشان يتفاهم حول كيفية مواجهة هذا الاستفتاء. هيعزز الإرهاب في العراق، هيهدم، لأن هذه الدول التي تم تحريرها من الإرهابيين لما يكون في انتشار أو لفكرة أن يبقى في انفصال ويبقى في طائفية في العراق، ده هيؤدي إلى مزيد من ضرب الاستقرار والأمن في العراق، فهم اللي هيدفعوا الثمن الشعب العراقي. بالإضافة إن في مستفيد أكبر من كل ده إسرائيل، ولا أشك أبدا أن إسرائيل هي وراء هذا الاستفتاء. وبالتالي هي من مع الاستفتاء، هو ده إجابة السؤال، أنه ربما إسرائيل هي التي تقف داعمة لهذا طبعا. الاستفتاء في مواجهة الدول اللي حتى كان لها مصالح في الاستفتاء في مقابل، ربما زي مثلا إيران هي عدو تقليدي للعراق ومصلحتها تفتيت وتفتيت بالزبط. أكثر للعراق، لكن حاليا مش من مصلحتها أنها يتم تفتيت أكبر من طبعا. خلال فصل هذا الإقليم. بالإضافة لزي حضرتك قلتي كده، حصل ترجمة عملية للاتفاق بين العراق وإيران، أن القوات المشتركة بتحاول تغلق الحدود والمنافذ على كردستان عشان ما يبقاش في استفادة من خطوط الأنابيب والنفط اللي هي هتستفيد منها، عشان هو ده العمود الفقري للاقتصاد في كردستان، وبالتالي لما أنت بتهدد هذا العمود الدولة من الصعب أنها تقوم. وإسرائيل فعلا، وأكتر حاجة بتحسس الواحد بهذا يعني هذه الحقيقة أن إسرائيل ممكن تكون وراء هذا المخطط، أن إسرائيل نفت علاقتها بالاستفتاء، وأكبر دليل على أنها تنفي علاقتها يبقى هي ليها علاقة بالاستفتاء. إحنا اعتدنا من كده على كده من السياسة الإسرائيلية، ما دام بتنفي يبقى أنت فعلا ليك علاقة، لأنك أنت لو مالكش علاقة بالاستفتاء أنت كنت ممكن تكتفي بالصمت ولا تعلق، لأن أنت مالكش أي علاقة بالموضوع. وأمريكا الحقيقة برضو نفت وبتحاول أنها تمارسها، لكنها بترجع تاني وبتقول أن كل حد له حق في الاستقلال وحق في الانفصال، سياسة الكيل بمكيالين زي ما احنا اعتدنا. كل دي بتثير الشكوك. الإجابة بقى عن كيفية مواجهة هذا الاستفتاء بأنك لابد أن يكون هناك موقف من الحكومة العراقية. هو هنا ايه الاوراق المتاحه للحكومه العراقيه الحاليه لمواجهه هذا الانفصال؟ عندهم ايه؟ لو هو صمم على المضي في طريقه، ماذا يملكون غير القوه السلاح، غير قوه السلاح، ماذا يملكون من اوراق يستطيعون اللعب بها؟ حاول ان هو يلجا للبرلمان العراقي من خلال تجريد بعض النواب الاكراد من شرعيتهم، او ان هو يتم عزلهم من البرلمان كنوع من انواع التهديد. فدي ممكن تكون ورقه ضغط، انك انت بتجرد الأكراد من شرعية وجودهم في العراق، فبتبدأ إن أنت تلفظهم، وبالتالي بتدفعهم للتيار نفسه إن هم يلجأوا للإيه؟ لبرزاني، لحضن برزاني وحلم الاستقلال مرة أخرى. وفي حاجة تانية تلجأ إليها الحكومة العراقية، إنها بتحاول تستنجد ببعض دول الجوار زي بالظبط برضو إيران وتركيا وسوريا، وممكن تستنجد بدولة متوازنة وموضوعية زي مصر يهمها الاستقرار في المنطقة، يحاولوا يمارسوا ضغط من خلال استصدار قرار مجلس الامن انه يبقى في منع لهذا الاستفتاء او عدم شرعيه لهذا الاستفتاء. لكن انا اتصور ان الحل الامثل لهذه المعضله او هذه الازمه الجديده ان يكون في حوار مفتوح بين الحكومه العراقيه وبين اقليم كردستان، بين رئيس الاقليم مسعود برزاني ورئيس الوزراء حيدر العباتي، يبقى في جلسه، ما يبقاش في لغه تهديد او لغه وعيد، يبقى في محاوله للتفاهم ورفض فكرة الانفصال، لأن الانفصال هيفتح باب التفتيت والانقسام، وبالتالي ده هيكون ورق يعني زي ما نقول كده فرصة ذهبية لعودة الخلايا الإرهابية مرة أخرى بعد ما تم تطهيرها في بعض المدن زي الموصل وزي كركوك وبعض الدول، بعض المحافظات الحيوية في العراق. ماذا تملك يعني كردستان من موارد
تريد أن تستأثر بها، وهل ده بدأ تأثيره في حالة انفصالها لا قدر الله على الموارد العراقية ككل؟ طبعا سلاح النفط هتحاول بقدر الإمكان، لأن في خطوط أنابيب مفتوحة في شمال العراق قد تكون هي المتحكمة بشكل أو بآخر. إقامة إقليم منفصل على الحدود يمكن أن يكون هو المتحكم بقى في عفوا في هذا الخط، ومحاولة الاستحواذ على كل حصص النفط اللي يتم توريدها وتصديرها، وبالتالي ده ممكن ينعكس على حصة العراق أو على مستقبل العراق فيما يتعلق بسلاح حيوي زي سلاح النفط. قد يكون هناك استغلال للموارد الطبيعية هناك، أو يكون هناك استغلال للاقتصاد، أن يكون في اقتصاد ذاتي مستقل لكردستان، وبالتالي يكون هناك دولة داخل دولة العراق. دولة داخل دولة معناها أن الدولة الكبرى سيتم إضعافها، ويتم على فكرة تجريدها من كل قواها، وانك تجرد دولة زي العراق من قوتها، واحنا اكبر دليل على كده اللي حصل منذ غزو العراق في 2003، لما ده تم تجريد العراق من قوته، شفنا قد ايه ثروات النفط راحت في خزائن الادارة الامريكية. يعني الغرب هو المستفيد الاكبر من كل ملامح التفتيت دي. اذا كان هناك حلم يراود مسعود برزاني والاكراد في ان هم يقيموا دولتهم، لكن هو هيصحوا على كابوس. الكابوس دوت ان هو هيبقوا مهددين، لان اقامه الدوله ليس بالشيء السهل، وله اصوله وله مبادئه، ليس بين يوم وليله. انا بشكر وجود حضرتك معانا واطلالتك وقراءتك للمشهدين، المشهد الفلسطيني والمشهد العراقي ومشهد محاوله الانفصال لاقليم كردستان. شكرا جزيلا استاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الاهرام. شكرا جزيلا. شكرا فندم. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، بكده خلصت حلقتنا النهارده، غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى. البرنامج برعايه